صباح الخير سالي، وصباح الخير لجميع متابعي برنامج جوك. نهار اليوم تستمر الأجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة، ترتفع قليلا درجات الحرارة لكن تبقى الأجواء باردة خلال ساعات النهار، شديدة البرودة خلال ساعات الليل، وتستمر الرياح الشرقية التي تزيد من الشعور بالبرودة بالهبوب. نبدأ نشرتنا الآن باستعراض للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم، حيث يسود الطقس غالبا صافي 14 درجة مئوية، الملموسة 12، الرطوبة نوعا ما مرتفعة، أما الرياح تكون شرقية خفيفة السرعة تزيد من الشعور بالبرودة. نذهب الآن لاستعراض تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لنهار اليوم في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد 15 إلى 3، نفس الحرارة في المفرق، جرش 15 إلى 4، ونفس الحرارة في عجلون مع أجواء مستقرة بشكل عام. المنطقة الوسطى الزرقاء 16 إلى 3، البلقاء 14 إلى 5، عمان 14 إلى 5 أيضا، مأدبة 14 إلى 3، والبحمية 22 إلى 11 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 17 إلى 4، طفيلة 15 إلى 4، الشوبك 13 إلى 3، معان 19 إلى 3، والعقبة طقس صافي 21 إلى 11 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، الأزرق 18 إلى 0، الصفوة 18 إلى 1، ورويشت 17 إلى 1. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.